متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ردت الممثلة ملاك جيري على منتقديها بعد أن شاركت صور خطبتها ملاك، وبعد فسخ خطبتها الأولى نوهت أنها مجرد خطوبة ولم تكتمل. لأختهم وعاودة تهنات وجوغ مانيش قادرة نوصف لكم تلمو لي ميساج الإيجابيين اللي لحقوني، ميرسي بوكو. دونك لي ميساج السلبيين أنا ما نشوفهمش من عند الناس. تحب تنتقد، أنا ما بدعتش فيا يا أختي، ما بدعتش فيا يا خطبك الأول اللي لازم يديك الأول، بس العروسة راكبة ما تعرف لي من كاتبة، الناس خطبوها الأول والثاني والثالث يقولك الثالثة ثابتة إن شاء الله تثبت. حاوتي على روح تعروسة طلقت لكم بالأول والثالث ونطلق بالأول والثاني والثالث وما منكون مزوج وراه البروبلام. أختي ما زال ما روح تعروسة مديروش فيها التيكيات، اتخطبت كيما أنا كيما الناس بكتب شرب يحبس جاني مكتوبي نقبل أو ما نقبلش ولا ونبور ولا على جالكم ول أبينا نزوج حنونتي حبس مع خطيب تجيني خطاب جديد نزوج لا لا بور يا عمري تخمامكم. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.